مليون و200 ليش بتقول تضييق فكري وكبت للحريات ومصادرة للرأي ومضايقات تصل حد الاغتطاف أو التصفية الجسدية في بعض الأحيان. هذا واقع حال الصحفيين في العراق بأكمله وفي محافظة كربلاء يزداد وضع الصحفيين سوءا، فبعد إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حربه على الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، دعت هيئة النزاهة المؤسسات الصحفية والصحفيين إلى مساندتها في مكافحة الفساد المالي والإداري وكشف الصفقات والملفات التي يشوبها الفساد. عدد من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية في محافظة كربلاء تعرض للكثير من المضايقات بإقامة الدعاوى القضائية بحقهم، إضافة إلى التهديد والتلويح بالموت بسبب كشفهم ملفات فساد مالي تقف وراءها جهات سياسية ذات نفوذ. طبعاً ما يعانيه من الزملاء الصحفيين في كربلاء المقدسة من مضايقات وتهديدات مستمرة أثر وقوفهم ومجابهتهم للفساد. نلاحظ أن بعض الدعاوي قيمت على بعض الزملاء من الصحفيين المجابهين للسلطة والجهات التي تستغل قوة المواطن. طبعا ما حصل هذه الأيام السابقة لبعض الزملاء ينافي العمل الصحفي في العراق، ونطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بتشريع قانون يحمي الصحفيين العراقيين وخاصة في كربلاء المقدسة لما يعانوه من مضايقات وتهديدات من قبل الجهات المتنفذة في المحافظة. صحفي آخر قال أن الكثير منا تعرض للتهديد بسبب هذا الملف الشائك، لكن واجبنا يحتم علينا كشف المفسدين وإطلاع الرأي العام عما يحدث، مشيرا إلى أنه شخصيا تعرض للمضايقات وأصدرت بحقه مذكرة قبض أدخل على أثرها إلى أحد المراكز الأمنية. أنا شاهد اليوم بين فترة وأخرى هنالك استهدافات واضحة للصحفيين، هنالك تعرض للتهديدات من قبل بعض الزملاء، هناك الكثير من ملفات الفساد أثيرت وخاصة في محافظة كربلاء، وتزامنا مع يعني إطلاق رئيس الوزراء حيدر العبادي حملة القضاء على الفساد، احنا بدورنا كصحفيين وكإعلاميين ايضا من واجبنا ايضا كشف المفسدين وايضا يعني إطلاع الرأي العام عن ما يدور من ملفات فساد. اليوم انا بدوري تعرضت للمضايقات وايضا اصدر بحقي مذكرة إلقاء قبض يعني، وايضا ادخلت الى احد المراكز الشرطه وتكفلت من قبل محكمه كربلاء. كل هذه الضغوطات اكيد انه تاثر على العمل الصحفي بخصوص عمل الاعلامي، ولكن اليوم احنا يعني يقع على عاتقنا كشف الملفات ونصره المظلومين. ايضا هاي الملفات احنا من عندما نتناول هكذا ملفات تتعلق ببلدنا العراق، احنا قبل ان نكون اعلاميين احنا مواطنين، من واجبنا بناء بلدنا وايضا محاربه الفساد. أكيد هاي التهديدات والمضايقات كلها ما راح تثني عزيمتنا وإصرارنا. اليوم الكثير من الإعلاميين تعرضوا للتهديدات ولكن لم تثني عزيمتهم، اليوم كل متواصل، وأكيد ما راح تكون هاي نقطة توقف عندنا، راح تكون نقطة انطلاق جديدة لكشف الكثير من الملفات. وأيضا من خلال قناتكم الموقرة راح أوعدكم أنا شخصيا راح أتناول كثير من ملفات الفساد خلال الأيام القليلة القادمة. وتتجه المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في كربلاء بحسب أحدهم إلى الحل عن طريق التنسيق مع الجهات الأمنية وإصدار بطاقات تعريفية لمنحهم حرية أكثر للتحرك الإعلامي في المدينة. كثير من معاناة الصحفي في كربلاء ربما تتجه باتجاه الحلحلة عن طريق تنسيق مع الجهات الأمنية، عن طريق إصدار باجات تعريفية لمنح حرية أكثر في التحرك الإعلامي في المدينة وأجواء المدينة، إلا أن الصحفي تقريبا المشكلة ليست مع المدينة التي يسكن فيها وإنما في وسائل الإعلام التي يعمل فيها الصحفي. ليست هناك وسائل إعلام محايدة كثيرة، ربما وسيلة أو وسيلتين، وهي أيضا لديها يعني تطلعات ولديها أهداف ولديها سياسة خاصة. هذه تحد من حرية الصحفي، تحد من إمكانية انطلاقه بكشف الحقائق، لأن هذا الإعلام الحزبي والإعلام التابع للجهات السياسية أو الإعلام التجاري أو الانتهازي، هناك إعلام
يحاول أن يثير الشبهات ويثير بعض المشاكل من أجل أن يحصل على مبالغ مالية، ويحاول أن يطمطم أو يعني يحاول أن يغض النظر عن الكثير من ملفات قد تكون فساد أو جرائم أو إرهاب أو غيرها. الصحفيون بحسب التعريفات هم السلطة الرابعة، إلا أنهم لا سلطة لهم، فهم يتعرضون لشتى أنواع المضايقات في كل الأمكنة حتى في العمل. الآن الحقيقة الصحفيين هم اسموهم السلطة الرابعة، ولكن ليس لديهم أي سلطات. الكل يخضع من الصحفيين المضايقات، بدءا بالشارع، في السيطرات، في أماكن العمل، وحتى الدوائر. أكثر الدوائر اللي راجحة بعد تريد تجري أي لقاء صحفي يقول لك جيب لي موافقات أصولية من بغداد حتى أجري اللقاء، وبالتالي أيضا يذهب الصحفي ليحصل على خبر أو معلومة ولا يحصل عليها على أي شيء. مسألة أخرى طبعا الصحفي يعانيها الآن وبشكل كبير في الحصول على المعلومات، فتكتم هناك شديد على المعلومات، وحتى الصحفي الذي يسير في الشارع يريد يحصل على معلومة أو يأخذ صورة همين أيضا يخضع لها مصاحبة واستهداف. نعم استهداف، ولذلك الصحفي الآن يعاني من معاناة كبيرة من نشر أي خبر، لأن هناك وسائل أخرى ممكن يحصل على مضايقات، تهديدات، وكثير من الصحفيين الآن تعرضوا إلى تهديدات. وعلى الرغم من إقرار قانون حقوق الصحفيين من قبل مجلس النواب العراقي، فما زالت الصحافة العراقية تعاني الكثير، ومن هنا تعالت أصوات الصحفيين مطالبة بتفعيل القوانين التي تحميهم وتوفر ضمانات التغطية الصحفية الملائمة من خلال دور أكثر جدية من البرلمان والمشرعين، وألا تكون القوانين ضاغطة على الصحفيين ومؤثرة في عملهم سلبا، وربما أعاقت محاولات الحصول على المعلومة. الصحفيون طالبوا أيضا مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم بعدم قبول الدعاوى القضائية التي يستخدمها السياسيون للضغط على الصحفيين ووسائل الإعلام. فإلى متى يبقى الموت والرعب يحلق فوق رؤوس العاملين في الإعلام العراقي؟